بصراحة يعني أنا أول مرة أسمع أنه هو تفاوض مع الكابتن صالح سبير. أبداً لم يعني كإدارة نادي الديوانية لم نتواصل أو لم نتصل أو أي تباحث مع كابتن صالح سدير. إحنا فريقنا اليوم تقريبا شبه مكتملة صفوفة، عندنا تعاقدات خلال اليومين القادمين بصراحة مع لاعبين على مستوى عالي بالدوري العراقي معروفين، مثلوا المنتخب الوطني، مثلوا أندية مهمة بالدوري الممتاز، ووضع نادي الديوانية يعني حسب آخر التقارير الفنية اللي أرسلت إلي يعني وضع مثالي. أعتقد إحنا حاليا ندخل معسكر داخلي في بغداد مغلق، ثم نتحول إلى معسكرنا الخارجي، استعدادات على قدم وساق، ومحترفين إن شاء الله راح يلبون طموح.